السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. معلقة واحدة بس إن شاء الله يا جماعة هننقع فيها البط بتاعنا من أول مرة، دي هتضيع معاك الزفارة تماما، يمكن أول مرة هتشوفوا معايا المعلقة ديت. يلا كده يا جماعة نسمي الله ونضغط لايك للفيديو. عايزة لايكات كتير يا جماعة للفيديو، واللي لسه بيشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك للقناة، شيروا الوصفة عشان ناس كتير تستفيد من الوصفة بتاعتنا. ويلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا مبدئيا كده ان شاء الله. انا هغسل معاكم الزفر عشان نعرف برضو انا بغسله ازاي. اول حاجة معايا الدقيق اهوت، ومعايا الليمون ده ان شاء الله اللي احنا هنغسل بيه. محدش يستغرب يا جماعة، اول حاجة كده انا مش هغسل الدقيق ناشف، مش هغسل بالدقيق ناشف. طب احنا هنعمل فيه ايه؟ هنحط فيه شوية ميه. مبدئيا كده يا جماعه انا حطيتها هي على اي كميه دقيق بقى انت محتاجاها. عندك كميه زفر كبيره كتري، ما عندكيش ممكن تحطي كوبايه على شويه دقيق زي ما انا حطيت كده، وعليهم شويه ملح كده اهو، واقوم حطهم برضو على الخلطه اللي انا هعملها معاكم دلوقتي. معانا الليمون اهوت، طبعا مش هو ده المكون اللي احنا هنحطه عشان يضيع معانا الزفار، لا ده انا بوريكم طريقه الغسيل بتاعه الزفر الاول قبل ما انقع في المعلقه ان شاء الله اللي انت هتشوفها معايا. تمام، فانا كده هعصر الليمون اهو، يبقى انا كده حطيت على الدقيق بتاعي ميه وملح وليمون. ليمونتين كبار كده زي ما انتم شايفين معايا. الطريقه دي بقى دي لوحدها كمان دي هتخلي البط عندك ريحته زي الفل. يعني انت تيجي تفتح الحله كده هتبص تلاقي الريحه مقبلاكي ما شاء الله زي الفل كده. ده كده يا جماعه اهو، شوفوا بقى انا عملت ايه. ده الملح، ملح بقى والليمون والدقيق، وهفضل هلفهم كده، هزودهم شويه ميه كمان. ده كده اهو بالشكل ده كده لازم هلفهم كويس جدا عشان ما تبقاش في حاجه مكلكعه معايا. بالطريقه دي كده، ده كده الوقت الخلاط اصبح جاهز معايا اللي انا هغسل بيه البط بتاعي. تمام خلاص كده يا جماعه، ده الخلاط اللي انا عملته اللي انا هغسل بيه. همسك بقى البط بتاعي، طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله البط عامل ازاي. انا كنت قلت لكم طريقه التنظيف برده، تنظيف الريش، وكنت حطيت لكم معلقه في قلب الميه قبل كده. الناس يا جماعه اللي هي عايزه تعرف المعلقه ديت ان شاء الله هكتب لكم برده الرابط بتاع الفيديو علشان لو انتم حابين تستفيدوا فعلا. دي بقى احسن طريقه تشيل الزفره معاكي، ده طبعا يا جماعه خلاف المعلقه اللي انا قلت لكم عليها، بس انا بعملها بالطريقه دي. بدل ما بنعمل الدقيق ناشف بنعملها بالطريقه دي، دي بتبقى كويسه جدا. امسكي بقى ظهر البطه عندك بالطريقه دي كده، دلكها خالص بالمكون اللي احنا عملناه. عند الرقبه برده كده اهو اهي، خلي بالكوا بقى يا جماعه انا مش هغسلها على طول، يعني انا هسيبها كده في قلب الخليط بتاعها ده كده اهوت حوالي 5 دقايق 10 دقايق زي ما تحبي. همسك برده الدكر معايا اهو، طبعا كلنا عارفين المنطقه دي بتبقى ايه زفار، فانا عشان كده يا جماعه ده انا بشيل المنطقه دي خالص والمنطقه اللي ورا. انتوا لو ملاحظين برده في البطه هي نفس الشيء، لان ديت اول حاجه بتعمل معاكي زفار. ده كده يا جماعه اهو، دعكته بره وجيبه بنفس الطريقه اللي انتم شايفينها ديت. ده طبعا الملح بقى والليمون والحاجات دي كلها، ده بتخلي الريحه معاكي زي الفل.
برضو هسيبها برضو كده برضو معانا اللي برضو الكبد اهي والقوانص ده كده اهي. طبعا الخليط معايا خلص فانا يعني هحاول برضو ان انا اعمل شويه كمان، هو لغايه كده خلص فانا برضو هعمل شويه. ده كده يا جماعه الزفر معايا اهوت بعد ما غسلته بالماء والدقيق طبعا زي ما انتم شفتوا معايا كده، وشفتوا انا حطيت عليه ملح وشفت عليه ليمون ما شاء الله، شايفين لو انتم شايفين كده من جوه لونه عامل ازاي. ده بس مجرد ان انا عملت الملح والليمون والدقيق وغسلته كده من جوه تمام. فانا دلوقتي بقى هعمل حاجه كويسه جدا انقع فيها الزفر بتاعي. هنعمل ايه؟ هقول لكم على حاجه حلوه قوي. لايك بقى كده يا جماعه لسه ما حطش لايك، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. مبدئيا طبعا انا معايا الملح اهو، كبشه ملح كبيره كده عشان هنقع فيها. حتى خلي بالكم يا جماعه الملح دوت كويس جدا، ليه؟ بترد الدم لو في دم ولا حاجه في قلب البط، ومن جهه ثانيه كمان بيخلي اللحمه ذات نفسها لها طعم، يعني بتبقى حادقه شويه كده بتبقى لها طعم، حتى ما بتيجي تسوي وتاكل حته اللحمه ما بتبقاش لماعه ولا مسخه تمام. دي اول حاجه الملح اهوت، حتى كمان وانا بنقع الزفر بحطه في قلب شويه ملح. اهي كده ده عود قرفه اهو، بحط كده برده في قلب الميه. ده برده كده يا جماعه ده معلقه سكر بحطها في الميه بس بالمعلقه الخشب علشان ده كده يا جماعه معلقه الزنجبيل اهي، ده اللي انا هحطها برده كده على الميه. المعلقه دي بقى يا جماعه ده اللي بتقضي على ريحه الزفاره تماما، الزنجبيل ده مع طبعا الحاجات اللي احنا بنحطها مع بعض ديت هتشوفوها برده كده معايا اهي. في ناس هتستغرب وتقولي الزنجبيل والحاجات اللي انت حطها دي حاجات غريبه، بس صدقوني يا جماعه جربوها وان شاء الله هتلاقوا فعلا ده بتخلي ريحه الزفر عندك جميله جدا. جربي كده وافتحي الحله بقى كده وشوفي نفس البطه وهي البخار كده شوفي ريحته ايه. يعني في ناس كتير طبعا مش بتحب ريحه الشوربه او بتحب الشوربه تقول لك لا الشوربه بتاعه البط بتبقى زفره، صدقوني يا جماعه لو انتوا جربتوها بالطريقه ديت عمرك ما هتشم ريحه زفره خالص نهائي للبط ولا اي حاجه. طيب احنا كده خلصنا. بعد كده انا معايا الليمون اهوت، ده انا هعصر كده ليمونتين. ده كده برده معايا شويه خل اهوت برده كده حاجه بسيطه. تعالوا بقى كده ننقع يلا البط اهو، ندوب بس الخل علشان كده اهو حاجات اهي. معايا بقى حاجه كويسه جدا هتخلي البط عندك، شايفين بقى انا هحط الحاجات دي كلها وهقوم نقع فيهم البط. بالشكل ده كده معايا برضو الحاجات دي كلها هقوم نقعها برضو اللي هو معاهم اهي. هقول لكم برضو كده انا هحط ايه، انا مش هنقع الكبد يا جماعه والحاجات دي، لان لو انت نقعتيها شيلها على طول، يعني لو انت نقعتها معاهم شيلها على طول لانها بتبقى اللي ممكن تخلي بيدوبها شويه. هنحط بقيه معايا بقى الليمون اهو، هنعصر الليمون برضو كده اهوت عليه. جربوا الطريقه ديت وان شاء الله هتتعيش. في حاجه بقى كويسه جدا هقول لكم برده عليها، لو انت حابه تحطيها حطيها، مش حابه خلاص انت وراحتك تمام. معايا بقى اللي هو ايه ده جزء النعناع، حطي بقى الحاجات ديت وملكيش دعوه. شايفين بقى ما شاء الله، حطي بقى كده عندك عود واحد بس حطيه وخلاص. اتفرجي بقى انت ذات نفسك مش هتبطلي ان انت تشم ريحه الميه يعني الوحيده، مش هقول لك مش هتبطلي تشم ريحه البط، لا مش هتشم كمان يعني مش هتبطلي ان انت تشم ريحه الميه خلاص اهو. ده كده اهو ده انا هحطه في قلب الدكر اهو او في قلب البطه برده زي ده نفس الشيء كده
والباقي كده انا هوزعه على البتاع. سيبها بقى كده انت وراحتك، حابه تسيبها ساعه، حابه تسيبها نص ساعه، انت وراحتك بالشكل ده كده. شوفي بقى، جربي التجربه ديت وادعي لي. بس اللي انا عايزاه منكم شيروا الفيديو علشان ناس كتير تستفيد من الوصفه اللي احنا عملناها النهارده ديت، او من الطريقه ديت. لايك بقى الفيديو يا جماعه، محدش ينسى اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.